أهلا وسهلا بكم معنا في مجموعة AM Training، تدريبات السلامة والصحة المهنية. النهاردة هنبدأ معاكم سلسلة جديدة باسم دليل الآباء والأمهات في سلامة وصحة الطفل. هنعرفكم إزاي تحافظ على سلامة ابنك في البيت، في المدرسة، في الحضانة، في الباص، في الشارع، وهنعلمكم كمان إزاي تقدم لابنك في المدرسة، تعرف من خلالها إيه هي الريكويرمنت أو المتطلبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. لما تقدم في المدرسة تعرف المدرسة دي كويسة ولا لا. هنحط الحدود الدنيا وهنحط الحاجات البديهية اللي تكون موجودة في كل مدرسة أو حضانة، ودي اللي من خلالها نعرف مستوى المدرسة في الحفاظ على سلامة أبنائنا قد إيه. نبدأ المحاضرة الأولى. طيب، عندنا أنواع المخاطر على الأطفال والمراهقين بالمؤسسات التعليمية. ايه هي انواع المخاطر دي؟ في مخاطر جسديه وفي مخاطر نفسيه. المخاطر الجسديه اللي هي الحوادث والاصابات، امراض تسمم، الغرق، الاغتصاب، العنف. طيب الامراض النفسيه ايه؟ التنمر والتحرش والاهمال والعزل. هنتكلم ازاي كل واحده نقدر نركز عليها ونتحكم فيها. ايه هي انواع المؤسسات التعليميه وطبيعه اخطارها؟ الحضانه والروضه، الابتدائي ومتوسط والثانوي، ومؤسسة الأطفال والاحتياجات الخاصة العقلية طبعا، ومؤسسة الأيتام، ومؤسسة الأحداث. كل واحدة من دول ليها خطر مختلف وليها خطر مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نتحكم فيه وازاي نحمي أولادنا. طيب اولا دور الحضانة ورياضة الأطفال، المداخل. مهم جدا نبص على المداخل، اماكن اللعب وبركة المية، الحمامات، اماكن تبديل الملابس، الترتيبات الصحية والطوارئ، التحرش والعنف الجسدي، التنمر والعنف اللفظي طبعا، مكان اعداد وتخزين الطعام طبعا موجود في الحضانات بصوره كبيره جدا وبشعه، احنا لازم نخلنا بالنا منه. الفصول، مكان النوم والقيلوله بتاعت الاطفال، السلالم والممرات، هل السلم بيتقفل ولا العيال بيزقوا بعض وبيقعوا، الباصات والرحلات الخارجيه، مين المشرف؟ والمشرف ده ولد ولا بنت؟ ست ولا راجل يعني؟ وهل هي مدركه ايه المطلوب منها ولا لا؟ نبدا بالمدخل. طيب هل في وجود ترتيبات امنيه؟ يعني في سيكيورتي واقف على الحضانه او المدرسه دي؟ في ناس واقفه عارفه بتعمل ايه؟ انت وداخل المدرسه خدوا اسمك ومنعك تخش، وسالوا الاول جوه يا جماعه خشوا ولا لا، ولا الدنيا كده بالبلدي باللغه المصري سداح مداح ما حدش بيعمل حاجه. تمام، ابواب المدرسه بقى واحنا كلنا في مصر عارفين الموضوع ده مقفوله كويس ولا لا؟ طيب الحارس بقى اللي موجود هو حارس مؤهل؟ الراجل اللي لابس يونيفورم كده وفاهم بيتعامل ازاي، شكله كده مريح؟ يعني ايه مريح؟ يعني الراجل لابس وعارف ان هو جاي الشغل كسكيورتي يمنع دخول اي حد او خروج اي حد الا باذن او بتنسيق مسبق. طيب هل في كاميرات مراقبه؟ طب لو في انت طبيعي كولي امر يحق ليك طبعا فعلا انك تروح وتشوف كمان الكاميرات المراقبه دي وتبص عليها وشوف موجوده فين ولا فين. تمام، طيب نظام تسجيل الزوار ده مهم جدا جدا جدا، من دخل من خرج. طب الزائر ده اسمه ايه؟ يقرب لمين في المدرسة جوه؟ هل هو ولي أمر ولا موظف ولا يقرب لحد؟ دخل ليه ويتسجل الكلام ده؟ احنا عندنا في الـ HSE المواضيع دي مهمة، لأن لو حصل أكسيدنت، حادثة، لو حصل سرقات، لو حصل مشكلة، بنعرف مين دخل ومين خرج. طيب ترتيبات توصيل واستلام الأطفال، ازاي انت تستلم ابنك؟ انت ما تروح هناك ابنك بتاخده ازاي؟ بيقول اسمه ويخش يجيبه لك، ولا انت بتخش جوه تجيبه، ولا بتروح المدرسه وكله يخرج؟ هنا مهم جدا طبعا، المفروض ان يكون في اسمك بيتسجل على البوابه، بتقول اسم الطالب، بيكون انت معاك اي دي، الاي دي دوت المدرسه بتديه لك، بتوريه للراجل اللي هو اللي بالسكيورتي بيشوفه بيجيب لك الطالب يسلمه لك في منطقه استلام جوه المدرسه مش على الباب. تمام، الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. حضرتك لما تخش مدرسة عشان تشوف الدنيا بص على مكان اللعب، شوف المكان اللعب عندهم مكان مغلق ولا مكان خارجي. طيب هل هو مظلل عشان درجة حرارة والتهوية ولا لا؟ يعني هو المكان الخارجي فيه مكان للظل ولا لا؟ لو مكان مغلق فيه تهوية ولا لا؟ ونضيف ولا لا؟ الأرضيات بقى، الأرضيات هي معمول عليها الستيكرز الفلين أو الفل عشان يمنع الصدمات. تمام، اركان العمدان معمول لها زي بروتكشن وفيل، محطوط اي اجزاء حاده في الممرات او في مكان اللعب يعني متغطي بفيل عشان واد لو اتزلق لو اتخبط اسف. طيب لو عدت اتكعبل في السجاد، لازم يكون السجاد ملزوق في الارض لو مكان داخلي او المكان ملزوق في الارض. طب المكان ده واسع على قد المجموعه اللي بتلعب ولا المكان ده يشيل 10 وانا حاطط 50؟ مهم جدا تعرف الحركه دي، الحته دي، لان حركه الاطفال بيتحركوا بسرعه عاليه جدا وهم عايزين يلعبوا، وده جزء من مسؤولياتهم او سوري جزء من تطوير عمليه التطوير بتاعتهم. البعد عن الشارع،
يعني هل المكان ده بعيد قوي عن الشارع ولا جنب الشارع على طول؟ السور اللي من بره متأمن كويس ولا لا؟ حصل كنا في مره مرات بنعمل زياره لاحدى المدارس عشان نعمل لها برنامج سلامه وبرنامج طوارئ خاص بيها، لان يعني في باب الناس ما تعرفش ان هو مش مفتوح، هو مفتوح بيودي على حته خطر جدا، حته مهجوره في ظهر المدرسه. فده طبعا موضوع في غايه الاهميه. ارتفاع السور بقى تمام، هل في سيكيورتي شايف الحدود السور من بره؟ شايف الاطفال؟ في مشرفات موجوده مع اطفالهم بيلعبوا؟ شايفينهم بيلعبوا ازاي؟ طيب الالعاب بقى نظيفه ولا تعبانه؟ الجوده بتاعتها عامله ايه؟ طيب الالعاب ليها حواف تعور والواد لو اتخبط عليها تعور ولا مدوره عشان ما يبقاش في سنون، ومتامنه عشان خاطر لو اتخبط فيها ما تكسروش ما تسببلوش كسور؟ طيب هل في فراغات كبيره لما يكون في الالعاب فتحات كده ممكن بدل رجله تتزنق فيها يقع رجله تتكسر لا قدر الله؟ مش عاليه قوي يعني الاطفال روضه، يبقى هي ما تبقاش عاليه قوي عليهم عشان خاطر ما يقعش عليها رجله تتكسر. الطريق المؤدي بقى لمكان اللعب، الممرات مثلا، او مثلا انا ماشي من هنا المكان ده المفروض امشي منه ولا لا؟ في حاجه مهمه جدا، لازم الممرات اللي انا ماشي فيها طفل طالع مكان اللعب يكون اقرب مكان لمكان اللعب، ما يلفش عشان ما تديش فرصه ان مخه يخش اوض او فراغات. ما تعديش مثلا ان امكن على حمامات المدرسات او مدرسين، ما ينفعش، لازم يكون مكان سريع جدا يخرج، ويا ريت يكون افضل معاهم مشرف يخرجهم من الكلاس تحهم ويديهم مكان اللعب. الحمامات بقى، هل الحمامات دي متامنه بسور ولا لا؟ حجم حمامات السباحه، الحجم بتاع حمامات السباحه بيكون يستوعب عدد الاطفال ولا لا؟ نظافه الحمام بتنظف كل قد ايه؟ الارضيه اللي حوالين الحمام السباحه، المشرفين الموجودين على حمام السباحه، مكان تخدير المدارس، الملابس، مكان معزول كويس ولا مكان ايه نظامه؟ طب لما بيبدلوا ملابس مين بيكون موجود مع الاطفال؟ مهم جدا جدا عشان نمنع عمليه التحرش او عمليه احتماليه ان يحصل حاجه للطفل واحنا مش شايفينه. الالعاب ما تكونش العاب قديمه ومكسوره، لا لازم تتغير على طول، لان ما يكونش فيها شارب ايدج، اجزاء حاده ممكن تعور، اجزاء او حواف حاده ممكن تعور الاطفال. البطاريات الصادقه، اي لعبه فيها بتطلع صوت او بتعمل بتشغل بطاريه لازم البطاريه تتغير على طول، ولو في مشكله تستبعد تماما. انت من حقك كولي امر تعمل تشيك على اي حاجه من الحاجات دي على فكره يعني. طيب مواد لعب خطره من منشا اراضيه، ما ينفعش ان انا اجيب ماده جايه من بلد الصنع، بلد ما مصنعة بدون ما تحصل على الرعاية او الابروفال بتاع ان هي مطابقة لمواصفات السلامة العامة او الصحة، وديها الاطفال لان هي هتسبب لهم امراض او اصابات مثلا او تلوث. تمام. طيب الاقلام الحادة، انا ما ينفعش الولد يكتي يلعب باقلام او اي حاجة زي ليها سن، ما ينفعش يحط قلم في بقه، الكلام ده خطر جدا يا جماعة. طيب اصباغ، واللي هي الحاجات اللي بنسميها احنا ايه، اللي هي البساتيل او اللي هي الصلصال، الحاجات دي لازم يكون ماده كيميائيه نظيفه جدا 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 جدا، ونخلي بالنا منها، ويكون تحت اشراف عشان الطفل ما ياكلهاش. تمام. ما ينفعش يطلع ويستخدم اي لعبه هو مش قد سنه، لان برضه لو استخدمها هتسبب له اصابات طبعا. الحاجات دي كلها مهمه جدا. ما تكونش الالعاب تقيله على الطفل فيشيلها تقع على رجله تعوره، او ما يكونش ان هي مش استابيليتي. دايما تصميم الالعاب بيكون متناسب مع سن الطفل ومع دماغه، فبالتالي هو ما عارفين بيلعبوا بها ازاي. فطبعا ما ينفعش ادي الطفل العاب تقيله بالنسبه لحجمه او سنه يشيلها تقع على رجله تسبب له اصابات، وده مهم جدا. عدم وجود احزمه وواقيات للحمايه مرجحه، او اللي هي الاجزاء اللي تتحرك بالاطفال اللي هي عن طريق الدفع او عن طريق البطاريات، لازم يكون لها حزام الولد يقعد عليها يتربط بالحزام بتاعه. لازم يكون في بعض منها ليه هلمت بتتلبس اللي هي الخوذة بس بتاع الاطفال. في حاجات بتحتاج يركب بعض اجزاء الحماية على جسمه عشان لو وقع او اتصدم، الحاجات دي مهمة جدا وتسأل عليها شوف متوفرة في الحضانة ولا لا. الاجهزة والالعاب الالكترونية، وطبعا كلنا بنعاني من الموضوع دوت، وبقت للأسف يعني بيسموها موضة العصر او بقت ضروريات في العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. طب ايه هي مخاطر الالعاب الالكترونيه؟ ما نقدرش نمنعها كلها مره واحده، بس نقدر نعمل اشراف خاص بينا احنا. طب ايه هي المخاطر اللي ممكن تسببها الالعاب الالكترونيه؟ الادمان، الانتحار، التنمر، ممكن الطفل حد بيلعب معاه يكلمه كلام وحش انت مش شايف ابنك بيتقال له ايه او بيحصل له ايه، ودي حاجه خطر جدا خلي بالك. الانحراف، بيشوف حاجات ليها علاقه بيه، حاجات او حاجات منشورات جنسيه او ايا كانت، فبالتالي مخه يتغير انت مش شايف هو بيحصل له ايه. الخمول والسمنه لانه قاعد على طول. قله النشاط البدني،
تمام، تشوهات والام بالمفاصل والرقبه والظهر لان هو طبعا ما بيتحركش، التاثير على الاداء الدراسي لان هو خلاص ما بقاش شاطر قوي من كتر يتفرج على التاب او على اللعبه الالكترونيه اللي هي موجوده معاه، ودي ده طبعا حاجه مش مرغوبه. ايه هي العوامل التي يجب ملاحظتها لتقييم خطوط الالعاب بشكل عام؟ العمر، هل التاب ده او الحاجه اللي هو هيلعب بيها اللعبه او التاب الحاجه اللي عملها دي مناسبه لعمره ولا لا، لان هي ممكن تكون مناسبه لاعمار مختلفه. الاشراف لضمان الاستخدام الصحيح ومنع الحوادث، لازم يكون في اشراف في المدرسه على الالعاب اللي الطفل بيلعب بيها، لو في تاب او تابلت في المدرسه او في الحضانه لازم يكون في اشراف عليه. في البيت نفس الكلام، يكون في اشراف على الولد عشان ما يشوفش اي حاجه انت مش عايز يشوفها. وبرضو بعض الالعاب كانت تكون ممكن صناعه من مواد مسرطنه، وطبعا ده خطر جدا ومحتاجين ان احنا نتاكد منه في الاول، تمام. طيب مده الاستخدام، يستخدم التابلت قد ايه، يستخدم اللعبه دي قد ايه، انت برضو انت رايح الحته دي وتسال في المدرسه هم بيسمحوا له بكده ولا لا. غسيل الايدين، في المدرسه بيغسلوا ايديه كويس؟ مين بيغسل له ايديه؟ طب هو بيغسل ايديه في ظل انتشار الاوباء والامراض، وبالمناسبه هنعمل محاضره كامله خاصه بالحمايه من فيروس كورونا ان شاء الله بالنسبه للاطفال في المدرسه. طيب غسيل الايدين بيغسل ايديه، مين بيغسله له؟ بيقول لك المواد الكيماويه بقى معاها بالصلصال ايديه مثلا او الحاجات اللي هي اللي فيها العجين، غسل ايديه كويس ولا لا؟ والراجل وكان في مشرفه موجوده مع الاطفال هم بيغسلوا ايديهم ولا لا؟ توقيت الاستخدام، ما ينفعش ان انا استخدم تابلت بالليل، ما ينفعش، بيجيب ارق وصداع وبيسبب امراض ثانيه كتير، الحاجات دي كلها لازم نراعيها تمام علشان نطمن على اولادنا ونحس ان هم في سلامة وصحة دائمة إن شاء الله. ومن هنا هنكون خلصنا المحاضرة الأولى في التعريفات الخاصة بالمخاطر، وفي المحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنحدد ونعمل منشن أكتر على كل خطر إزاي نحميه، منها عمليات التحرش اللفظي، التحرش في المدارس أو الحضانات، عملية الاضطهاد العنصري للأطفال مثلا، أو اللي هو التعنيف للأطفال، إزاي تعنف ابنك في المدرسة، الحاجات دي كلها مهمة جدا عشان تطمن على سلامة ابنك. احنا خلصنا المحاضرة الأولى، وطبعا دي بيانات الاتصال بتاعتنا تقدروا تتابعونا على اليوتيوب